ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. المزقاب لا تأكل اللحم، وهو أحد الأفلام المصرية الممنوعة من العرض في معظم الدول العربية بسبب احتوائه على العديد من المشاهد المخلة، وهو ما كان سبب في تبرؤ الفنان عزة العلايلي من دوره في هذا العمل ورفضه الحديث عنه في أي لقاء صحفي أو تلفزيون. انت نيكولا ستافروكي، وأنا إليزابيتا الكونتيسة الصغيرة المعجونة بالخير والشر. ملكك بروحي وبجسمي. وبتدور أحداث الفيلم على صحفي ومراسل بيعمل على نقل أحداث وقصص من ساحة الحرب، وبسبب الفساد الكبير في الحكومات السياسية بيتوجه بعمله نحو الفساد، فيعمل كلص في تهريب بعض الممنوعات، وبعد كده بيتوجه لدولة الكويت ليلتقي بحبيبته هناك اسمها سوريا، وبتكون حب حياته الأول، لكنها متزوجة من إحدى رجال الأعمال العرب. وبعد قتل زوج حبيبته بصورة غامضة بتزداد ذروة الأحداث إلى حد كبير من التشويق. ما تنساش تشترك في القناة عشان يجيلك كل جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك.